السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم غادي نتكلموا على المقارنة، يعني مقارنة ما بين ثعلب رونار الغير المقدس وبين المدرب الملفاي المقدس. يعني تكلموا إنه رونار الثعلب الغير المقدس والذي نال كأس إفريقيا مع زومبيا في 2012 وكأس إفريقيا مع الكوت ديفوار سنة 2015 ولعب كأس العالم مع المغرب سنة 2018، وكيف وقف الند للند، يعني لولا الظلم التحكيمي لكان رايح يفوز على إسبانيا، يعني وين إسبانيا وين عدلت النتيجة في الوقت البدل الضائع. والآن يصنع العجب مع السعودية، ونحن كل تربص عوار راه جاي في تربص القادم، أية النوري راه جاي، لعبنا بطريقة جيدة، سيطرنا وانهزمنا بهدفين لصفر. الخونة السبعة يحاولون تحطيمي، سنفوز بكأس العالم في قناة كانابليس. لازم نعطوا الفرصة لمبولحي سليماني العريبي ويشبه كثيرا، وين العريبي يشبه كثيرا لبنزيما، وأية النوري يشبه كثيرا لعطار. في اللعب هناك ملف ثقيل، وقاسما يخلصها غاليا. أنا أفكر في استرجاع بنجاع، سأعيد مشهد المباراة كأس إفريقيا والكل سيتحمل مسؤوليتي. هذه التصريحات تاوعو. سأشاهد مباراة الكاميرون والكل سيتحمل مسؤوليته. لحد الآن نفس اللاعبين ما زالهم يلعبوا، وين تحول من وزير السعادة إلى وزير الكذب. بعد هذا الفوز الأخضر السعودي سيعتبر الشعب السعودي أن هذا الفوز لبلدهم وفقط. الجماهير اللي تعرف كرة القدم يعرفوا بلي هذا الفوز يرجع لبلادهم وفقط. أما المدرب رونار في نظرهم مجرد موظف عند الاتحادية السعودية لكرة القدم. ثعلب رونار سبق، ثعلب رونار وسابق لسعدان تفوق عليه بثنائية نظيفة سنة 2009 في زومبيا، وفاز عليه في تشاكر بهدف مقابل صفر في نفس السنة. ومع هذا فإن الهيشر يقدسون ويمجدون مدرب خطة، يعني الخطة 2018 من عهد البنين الذي فاز عليها وقيل بهدف لسولة هدفين، سواء فشل مرة أو مرتين أو أكثر. رونار استطاع أن يلعب بأكثر من خطة في مباراة من نقولوا عكس المدرب الميلفاي الذي غرق في بطن الحوت منذ مباراة سيراليون، أين استبدل وابتكر خطة تكتيكية، يعني بصفع نفسه وندب وجهه وأكل الحشيش وغيرها من التصرفات السبيانية. ثم في مباراة غينيا الاستوائية أعاد نفس التصرفات، ثم في مباراة كوت ديفوار تبين أنه يعني مدرب لا يصلح لمنتخب مثل الجزائر وللجماهير الجزائرية التي تعرف كرة القدم أحسن معرفة. ليس نتكلم على الهيشر وأصحاب المباراة سوف تعاد. كلام التونسي الذي وصفه بالمنفوخ مباراة فاصلة أكد لنا مرة أخرى أن هذا المدرب هو عبارة عن جداوي عبد الغني زائد رابح ماجر زائد ليكانس زائد لا شيء. رونار فاز في المباراة الرسمية أمام أول مرشحين للفوز بكأس العالم، بينما تحجج المدرب الميلفاي بعد خسارة أمام السويد وين حصلها في بن سبعيني، وأنه قدم مباراة كبيرة كأنه يتكلم عن مباراة الجزائر وألمانيا سنة 1982. مدرب الميلفاي لم يتوقف عند ضعف التكتيكي فقط، بل تحول إلى الكذب والتهريج. جميع أدرك أن هذا المدرب انتهى مع المنتخب الوطني، إلى بعض الهيشر الذين تبعوا كرة القدم ابتداء من 2019 فقط. هذه هي الحقيقة أخويا، هذه هي الحقيقة. مدرب كشف أمره، مدرب
يعني كيفاش شنقولوا احنا، مدرب لي يدي 6 ملايير، يعني مدرب لي به بالستاف تكنيك تاعو قادرين يخلصوا، يعني المدرب تاع تونس يدي 11000 اورو شو يخلصوا المدرب تاع تونس وتاع المغرب يدي 68000 اورو، ويخلصوا المدرب تاع غانا تاع الكاميرون وتاع خمس هنايا في لافريك، يخلصوا هذو 5 اللي راهم يلعبوا كوب دي موند. وكاين مدربين ثاني راهم في كيما تاع لويز تاع لويز هذيك تاع بولونيا تاع المكسيك تاع، يعني واحد المدربين يا ولدي قادر يخلصهم، هو يخلصهم. عين قصر علينا مدرب مشي عارف لي تاكتيك دو جو تاعو هربت له كاع، مشي عارف جايين يجرو واحد الهيشر يدير لك هاك علىكم قلقين او في مارس بيجيبوا جواره يا ولدي بركاو، هذه يا ماشي قضيه تاع جواره، هذا المدرب هذو اللعابه قلع منه صح، نقلعوا سليماني نديروا ديلور يقعد بلايلي ويقعد هذا زروقي هذا، والله لا بيهم هذا تعطيهم الرونار يعني تقول له لك وجدهم لي 2024 والله لا وجدهم، يا يعني نقول لك تعطيهم البوغري يوجدهم لك، يا كرة قدم حديثة تطور تاع كي مدرب انت تربح في كاميرون 1-0 بخطة ربع ايام من بعد تعاود نفس الخطة ضربوا عليك الطبل انتيا، ما تجيش كاع واش درت مكاش يعني واش الواحد درت مكاش كاع، ودرب قصرت علينا على بالك بلي قصرت علينا ولا بالك أمك بلي حشيت الناس من نهار لي في بالك سبور هذيك تاع الاخرى كانابليس هذيك من فماك تاع ندي البط ندي كوب دي موند فماك، يعني هذيك الشعبويه قستها والناس ربدتها وقعدوا ساكتين وما كاش لي يهضر، وهي يعني تاع راني داي 278000 اورو ويدي كوب دي موند، الناس بدات تضربك ماشي ضامنه لارجنتين ماهيش ضامنه روحها، وانت يا هدرتها ب 2019 راه نجيب كوب دي موند، يا ودي ما جاتش هدره انت الواحد درت صوالح ما كانش كاع على بالك، صوالح اللي درتهم ما كانش والله ما كانها كاع، نعطيك لوفيسير والله ما كان، خلعتني انايا والله لا خلعتني مدرب على بالك، الناس كانوا يشوفوا بك مدرب بصح، انا واحد من الناس كنت نقول لهم يا ودي المنتخب الوطني ما راش يتطور واللاعب اللي يجي ما يتطورش، لاعب اللي يجي ما غاديش يعطي روندمون، يا مدرب ما كان والو، مدرب جا كيما صعب هايا بداو يلعبوا كيما صاير يلعبوا، ها المدرب هذا اللي يخرج باش شكي قاصيركم خسر منا دير لكم هاك عوار وعطر راهم جايين، يا ولدي تربح غاديك عوار وكي يسموه اي تنوري وكاين جديد فيكم جاي، وين انت تقعد تقصر علينا كيما هاك، انت بيجيبهم انت بيتهدر معاهم، هما لعبه مهنا انت يا بلعت عليهم، انت هادو راك من 2019 بلع عليهم، هارا العيدوني لا يلعب في تونس، روح جبت بن دبكه ناسيونال دو السعوديه باغي يقعد يقرا لك، عنده الحق، شابك جبت زروقي قاعد يشوف صابك جبت بندبكه قال لك تبقى على خير، اي تبقى على خير، اي عرف بلي ديما كيف لعاب يلعب كونتر البارسا وقف للبارسا ميليو تيرا وقف لهم، يعني اليوم دانمارك مكلاسيا تروازيام وقف لهم الند لي الند كلش يفوت عليه المايسترو مايسترو محارب بمعنى الكلمه، روح تحربنا منه ها رمس التوانسه ميقصروا عليه، قالك صحيت حمالدي قالك ما عيطلوش كثر خيرك، مكاش كاع صاحبي تقصر علينا ولا انت لعبت علينا على بالك، لعبت على الجزائريين لعبت لهم على المشاعر انت لعبت لهم المشاعر، يعني واحد السؤال حضرتهم مكاش كاع، استغفر الله بنادم والله لا والله لا والله لنا مغمومين والله رانا نحضروا زعما كنا نحضروا تهدر هدره راك بنادم مغموم والله لا مغموم والله العظيم،
والله لا نغمينا ودعمي والله العظيم. كسر علينا احنا. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو باش ديما معاكم بجديد، ونمشي ابوني يدخل لي ابوني معنا. صحيتو خاوتي وربي يحفظكم.